في هدف. والله نحن طالعين ما شفنا خيي، انا خيي متخرج، نحن واقفين معه شيء، ما نحن تصورنا كم صوره بدنا نمشي، مش شفنا غير شيء، ما بعقل بالدنيا كلها، شفت العالم بهالارض كلها، ما بعرف شو صار ساعتها، ما بعرف شيء. والقوات المسلحه تعتبر هذا العمل الارهابي الجبان عمل. الساعه 1:30 ظهرا طلب استجابي بناء على اتصال مديريه الصحه كمشافة رديفه للمشافة العسكرية بالمحافظة، وبلشنا باستقبال الإصابات الناجمة عن الحادث الإرهابي اللي تعرضنا له اليوم.